بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبتي في الله، السلام عليكم. لأول مرة غادي تدخل القناة فضلا وليس أمرا، ما تنسوش تضغطوا على المربع الأحمر وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. اليوم أحبتي في الله غادي نتكلموا على واحد الفاكهة خريفية، فاكهة الرمان. فاكهة دي الرمان هي من عجائب ما خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض. فاكهة الرمان فاكهة خريفية كتساعد في تقوية المناعة، مذكورة في القرآن عدة مرات في عدة صور. فاكهة عندها واحد المنافع كثيرة، ومع كامل الأسف احنا ما عطين لهاش ديك الأهمية ديالها. ما حتى الا ملي كيجي وقتها كناكلو وحده ولا نص، ولا يعني ما عاطينش ديك الاهميه اللي عطاها لها القران سبحان الله. اليوم ان شاء الله غادي نذكروا بعضياتنا وغادي نتكلموا على هاد الفاكهه الخريفيه ونتكلموا على المنافع ديالها ان شاء الله. بقاو معايا اليوم ان شاء الله. كما قلت لكم غادي نتكلموا على الرمان، بما انه رحنا في الوقت ديالو وخصنا نداركو اللي مازال ما استغلوش مزيان مزيان يدارك الوقت، راه باقي عاد في السوق وهذا وقته. الرمان كيتكل بعده طرق وكيستعمل يعني للتداوي بعده طرق. اولا ناكلوه غير هكا هكا رمان عادي بصح بهذا بالشحم ديالو، يا اما كيكون غليظ بحال هكذا، يا اما كيكون رقيق غير هكا يعني جلده رقيقه بحال هكا، ولا كما قلت لكم غليظ. هاد الشحم ديالو حنا كنقولوا الجلده، الشحم ديالو بحال هكذا. هو سبحان الله مر، ولكن في نفس الوقت هاد الحبيبات هادو تاع الرمان كيكونوا حلوين. ملي كنخلطوا المر مع الحلو كيعطي واحد المذاق، ولهذا الاخصائيين تاع التغذيه ومن بينهم الدكتور الفايد اللي انا كنعتز على انني متبعاته، هنايا كيقول لك كلي هادو. هذا الى الانسان ما كلاش هاد الشحم ديالو اللي لداخل راه ما يعني ما غاديش يستفد منه اكثر. يعني الا بغينا نستافدوا من الرمان اكثر خصنا ناكلوا هاد الشحم هذا اللي يكون لداخل. وكاين اللي كيبسوا اصلا كيبسوا هاد الشيء اللي لداخل، ها نتوما تشوفوه هكا بحال اللي شويه غليظ، ها هو شويه غليظ. هذا كتيبسيه تيبسيه في الظل، وحتى كيبس وكتدسيه وتدقيه وتبقاي تستخدميه، وغادي نشوفوا الامراض اللي كيصلح لها هاد القشور. وكاين عاود كاين اللي كيدير هاد القشور ديال الرمان هكذا يبسو، عاود كاين ملي كتاكل الرمان تنقيه كتجيبي بحال هكا هاد القشور هذا. طبعا كتغسليه، وملي كتغسليه كتحاولي ملي تكوني تيبسيه، وهي كاين اللي كيفضل يبسو في الشمس كاين اللي كيفضل يبسو في الظل، يعني كل واحد وطريقته. غير ملي تكوني تيبسيه حاولي ما كانك تغطيه بشي حاجه ملي غادي تغطيه باش ما تجيش عليه، يعني بشي زيف هكذا ولا شي كتيتينه ولا علاش، باش ما يجيش عليه الغبار ولا شي حشرات تفوت عليه ولا، لان ديجا رحنا غسلينه ملي غادي ينشف رحنا غادي ندسوه يعني بلا. ومن الاحسن نخدموه حنايا، حنا دروك كنجيبو الرمان، وكاين اللي كيجيب الرمان ويرمي القشور ديالو من بعد ملي كيحتاجو يمشي يشري على العشاب، علاش نمشيو نشريوه من العشاب وحنا كيكون عندنا الرمان في الدار. هاد الرمان هذا ملي كيبس سبحان الله، اسمعوا هاد القشور هذا راه عندي من العام اللي فات، ها هو ملي يدير يبس ها هو كنطحنوه، وملي كنطحنوه رحنا كنستعملوه في عدة وصفات وكنستعملوه لعدة أمراض. نسيت واحد الحاجة ما قلتها لكمش، الدكتور الفايد قالنا هذا القشور هكذا اللي مطحون بحال هكذا نقدروا نستعملوه بحال التوابل، بحال تابل يعني عطريه، ان نبقاو نزيدوه مع الوصفات يعني حساء ولا شوربات ولا اللي تواتى معاهم هاد الاخر ديال الرمان، قشر الرمان بحال هكذا المذاق ديالهم يتواتى مع دوك الوصفات، نقدروا نزيدو معاهم. راه سبحان الله كاين بزاف ديال الامراض اللي يقدر يعالجهم. اولا وقبل كل شيء علاج ديال التهابات الحلق واللوزتين، الحلاق من اللوزتين كما قلت لكم، يا اما غادي هذا القشور، لان هذا كاين اللي فيه اختلاف، كاين اللي كيقول لك هو هذا اللي كنيبسوه، فيه اختلاف كيقول لك هو هذا اللي كنيبسوه وكنطحنوه
يعني هذا هو اللي فيه الدواء، وكاين اللي كيقول لك لا هذا حنا واش غادي نديرو، غادي نبسو هذا وهذا كما وريت لكم الطريقه باش نيبسوهم ونطحنوهم وبهم نداويو. بالنسبه بعد الوصفات غادي نديرو هكذا غير بلا ما نطحنوهم، ووصفات غادي نطحنوهم هنايا هاد اللوزتين والتهاب الحلق واللوزتين غادي يعني القرحه نتاع الحلق شتو ملي كينوضوا الحلق ملي كيولي الحلق غادي نغليو هذا نغليوه ونبردوه. ملي نغليوه ونبردوه نغرغرو به الفتره يعني نديرو داك ديك الجغمه في فمنا ونبقاو نغرغرو بها نغرغرو نغرغرو حتى نحسو بداك الاخر ديال الرمان هنا في الحلق ديالنا، وصافي نخليوه لعده مرات يعني في النهار ثلاثه د المرات ولا اربعه د المرات وعده ايام يعني تنحسو بالله راه مشات لنا داك القرحه ديال الحلق والالم تاع اللوزتين. بالنسبه للسعال المزمن، السعال المزمن كنديروا قشور الرمان منقوع في الكوب تاع الماء ساخن، يعني كنديروه في كاس ديال الماء ساخن وكنكبو وكنديروا داك القشور كنخليوه واحد المده يطلق وكنشربوا داك الماء دافي، وان شاء الله كتكون عنده واحد الفعاليه ان شاء الله في تهدئه السعال. بالنسبه للقرحه ديال الامعاء والدقيقه والالتهاب القولون كنديروا واحد المشروب من قشر الرمان بالطريقه نتاع الشاي المغلى، يعني نغليو دوك القشور وكنشربوا لواحد شويه نص كاس كنشربوه بالصباح على معده فارغه وفي وقت مبكر، والنصف الثاني كنديروه قبل النوم وغير وسمول باش نستافدوا منه ونتجنبوا الاضرار ديالو. يشربوا كل يومين لمده 10 ايام، يشربوا كل يومين لمده 10 ايام ان شاء الله. العلاج ديال الجهاز الهضمي والبواسير كتساعد على قشور الرمان على الحد من التهاب الامعاء وتورم البواسير ووقف النزيف عند الاخراج، وكتحسن حتى العمليه نتاع الهضم وكتعمل على تنشيط عمليه الهضم. كيتنقع هاد القشور هذا في الماء حتى كيولي رطب، يعني كنرطبوه في الماء، هنا ما غاديش نغليوه. قلنا دوك القشور كنخليوهم يرطابو كنطحنوهم في الخلاط مع معلقه صغيره من الحبوب ديال الكمون وثلاثه ديال الكيسان ديال الحليب وشويه ديال الملح الصخري، وكنشربوه يعني ثلاثه ديال المرات في الاسبوع، وان شاء الله يجيب ربي الشفاء. بالنسبه لهشاشه العظام عند السيدات بعد الطمط، يعني من بعد النساء ما كتمشي عليهم الدوره الشهريه، من الاحسن ندقوا هاد القشور هكذا بحال هكذا، ندقوهم مزيان مزيان ونديروا جوج معلقات من هذاك المسحوق في الكوب ديال الماء، يعني في كاس ديال الماء دافي، ونخلطوه مزيان مزيان، زاد معلقه صغيره من الليم، ونشربوه مره كل يومين لتقويه العظام. بالنسبه للهشاشه ديال العظام عند السيدات بعد الطمط، قلنا غادي ندقوا دوك القشور مزيان مزيان ونديروا جوج معلقات من داك المسحوق في الكوب ديال الماء، وكنخلطوه جيدا زائد معلقه صغيره من الليم، وكنشربوا مره كل يومين لتقويه العظام ان شاء الله. بالنسبه للكوليسترول غني هو هاد القشور ديال الرمان، والرمان بصفه عامه غني بالمواد المضاده للاكسده اللي عندها القدره عاليه على حمايه الكوليسترول الصحي من الاكسده، وفي نفس الوقت كتكسد الكوليسترول الضار سبحان الله. يعني ناكلوا اللي بغينا نحميو رسالنا من الكوليسترول نكثروا من الرمان، وكما قلت لكم راه وقت الرمان والحمد لله رخيص يعني في متناول الجميع. الوقايه من الاصابه بالزهايمر كيقولوا شرب كاس من الشاي ديال قشر الرمان مره واحده في الاسبوع كيساعد بصوره فعاله على منع الاصابه بمرض الزهايمر، وتحجم يعني دير الاعراض ديال الشيخوخه عند تقدم العمر، يعني كتحجمها ما كتخليش دوك الاعراض يزيدوا ويزيدوا ويزيدوا. ولهذا كاس من يعني شكل شاي من قشور الرمان مره واحده في الاسبوع. نتمنى من الله نكون فدتكم في هاد الوصفات وهاد الشيء، انا هاد الشيء منقول ماشي من عندي، وانما بحثت وجبت لكم هاد الوصفات
والله يرحم عليها الدكتور الفايد، قال لكم ماشي لا تاكليتوا نص رمانه ولا صافي راها رحنا كلينا، يعني قال لك من 3 إلى 4 رمانات او لاضعف الايمان 2 حتى 3 في النهار، 2 تاع الرمانات حتى 3 ديال الرمانات في النهار، غادي نتفاداو شله مشاكل في الصحه ديالنا وخصوصا الامعاء ديالنا. ولكن كما كيقول الدكتور الفايد، الا كنا غادي نداويو بحال مثلا هكا بالرمان ولا بشي حاجه، خصوصا القولون، يعني خصنا نتوقفوا على المقلي ونتوقفوا على اللحوم والحلويات والوجبات السريعه، يعني ما خصناش يعني نداوي ونقولوا رحنا ما بريناش، وانما خصنا نديروا واحد الريجيم مع هذا الدواء هذا، وان شاء الله الله يشافي ويعافي كل مريض ان شاء الله. نتمنى من الله نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.